MLBZ. MLBZ عنده بليس دو 200,000 euro. عند العربي زيتو مخبيها عند اسماعيل زيتو. وعنده بليس دو 200,000 euro مخبيها عند بقزوحة. بليس دو 200,000 هضر لي عليها اسماعيل زيتو، قال لي دراهم راهم عندي. قال لي اني شادو من يدو اللي توجعو، قال لي ما يتحركش. شادين عليه. علاش MLBZ دانييرمون بدا يسحب في دراهمو من عند اسماعيل زيتو؟ وبدا يسحب في دراهمو من عند بقزوحة، راه يخبي فيهم ضرب عند نسيبو. لانه هو ستشدوه من يدو اللي توجعو، هو حاب يتحرر من هذه القبضه. قال لك ندي دراهمي ونكسب، ندي اموري ومن بعد نخرج معهم في صراع في المواجهه.